أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: انتشر في الآونة الأخيرة الأخذ من اللحية وتحديدها إلى درجة تقصيرها، وإذا سألت أحدهم استدل بفعل ابن عمر في القبضة، فما هو توضيح ذلك؟ نحن نستدل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، وفروا اللحى، أرسلوا اللحى، أرخوا اللحى. كل هذا أحاديث صحيحة في اللحى. اللحية جمال الرجال، وهي الفارقة بينهم وبين النساء، فلا يجوز حلقها ولا قصها ولا تخفيفها، ليست ثقيلة، هي جمالك، وهي الفارقة بين الرجل والمرأة، فلماذا تتسلق عليها، تحاصرها، تقصها أو تحلقها كما يفعل بعض الناس؟ نعم.